حريه نشوفوك انت صانعه محتوى وكي دخلتي تخدم البرامج وايضا راكي نشوفوك عندك ادوار تلفزيونيه، وينك حتكوني هذا رمضان؟ هذا رمضان ان شاء الله رايحين تشوفوني على قناه شروق تي في في 90، دونك اللي خدمت مع كادر جريو، محمد خساني، مصطفى العريبي، سايتي ان اونور اي بي سي اون بروميير بور موا، وان شاء الله بربي راح تعجبكم اي بي راح نكون معكم في رمضان ان شاء الله. وي كيما نقولوا سيتي ان كومون فو ديكريغ، سيتي ان ستريس انورم ما نكذبش عليك، باسكو يكونوا معاك دو غران اكتور تاع لا كوميدي و لو سينما الجيريان، دونك سا في سي ان اونور اي سا في توجور بليزير. اي بي كنت بنت مصطفى العريبي رايحه نخليكم تشوفوا باسكو سي ان سسبنس، بالك جامي شفتوني كيما هاك. حوريه كان سبق وعرضوا عليك دور في مسلسل درامي اللي هو يما، علاش رفضتي وقبلتي بمسلسل كوميدي؟ نو ما فيتش في يما بيان سور، باسكو كانوا كاينين ظروف اي ربي كتب حتى سيت اني باش فت في مسلسل كوميدي، فوالا تو سامبلومون.